السلام يا جدعان، عاملين ايه؟ معاك احمد. النهارده رجعت لكم فيديو جديد. اول حاجه يا جدعان، ما تنسوش تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ثاني حاجه، ما تنسوش لايك وسبسكرايب والهري ده كله. ويا جدعان، طبعا دي روم ضد واحد كان بيهايت من الاول، دخلت له وفي الاخر حطيت عليه يعني وبس. يا جدعان، الفرق اللي في الروم دي كان بسبب ان انا عندي لاج، لكن انا كنت هلعبه روم تانية بعد الروم دي، بس لقيته مسحني. عشان بس كنت اعرفكم الفرق لما انا بلعب بتصوير من غير تصوير. بس كده يا جدعان، اسكم مع الفيديو. سلام، تعال انا اوريك هتوبز مين. تعال تعال، التوبز دي في بقك من غير زحلقة. هنشوف في الرومان هتوبز مين. تعال انا هلعب من اللي انت عايزه. تعال قلتلك هنشوف الحوار ده جوه في الروم. انا قلتلك دلوقتي، قلتلك بالذات لو مصر الله، لان والله لو مصر حطك في دماغه هتخرج وانت بطنك منفوخة. برا لا، مش راضي ينزل والله. بيكت غلط. اقفل الزحلقة يا باشا، اقفل الزحلقة. فتح لك زحلقة وانا بقول لك ازاي بيجي بسرعة هنا كده والكلام ده. دورك، فتح زحلقة. بخلك بقى حظك يا حظك والله. اصلا الواد بوس اصلا، بس المشكله ان انا فاتح تصوير مرندر لي الجهاز. Is over and the blue team is in the lead. Dad.
فين طيب؟ تسبيكي والله العظيم لو التصوير انه مفتوح ازاي بيعمل كده طيب ازاي يعني ازاي يعني تصوير يا جدعان والله العظيم ايه ده حط على الجهاز هلعب روم كمان بعد دي وأوريكم إن أنا اتقضيت تصوير بشكل جاهز هو ده إيزي أصلا تعال كمان روم بعد دي تعال كمان روم بعد دي تعال Blue team victory. طبعا يا جدعان انا بعد ما لعبت الروم وقلت له العبك كمان روم لقيته خرج من الروم لقيته بس انتظروا الفيديو الجاي هيكون كله جلد في سكريمات وفايتات بقى اللي هي فايتات السكريمات بجد يلا انتظروا الفيديو الجاي يا بكره يا بعده انتظروا ما تنسوش السبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بس كده يا جدعان احنا مسا عليكم سلام